بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله ومن والاه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ما زال حديث سورة النساء مع أولئك المنافقين الذين كانوا يقولون إذا ما حضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا رسول الله، نحن نطيعك في كل ما تأمرنا به وفي كل ما تنهانا عنه، ويقولون طاعة. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم تزيد الآيات في فضيحة هؤلاء المنافقين فتقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني أشاعوا الإشاعات الكاذبة، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، لو أنهم سألوا الرسول عن حقيقة الخبر، عن حقيقة الأمر، لأفهمهم الرسول الحقيقة، ولكنهم لم يتدبروا القرآن ولم يستمعوا إلى نصيحة الرسول، وإنما كانوا يشيعون الإشاعات الكاذبة حول الدعوة الإسلامية. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. نجد الإمام ابن كثير يعلق على هذه الآية الأخيرة التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. فيقول رحمه الله: هذه الآية إنكار على من يبادر إلى نشر الأمور قبل تحققها، فيخبر بها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة. ينشر الأخبار الكاذبة، مع أن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ثم يقول رحمه الله وفي الحديث الصحيح: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. أنت في بعض المجالس تسمع كلام كثير، ما تسمعه لابد أن تتذوقه، ولابد أن تتحقق من من صدقه. فإذا ما تحققت من صدقه لك أن تقوله، لكن إذا لم تتحقق من صدقه فعليك أن تكتمه. ولولا إذ سمعتموه قلتم: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. بعد هذه الآيات الكريمة التي فضحت المنافقين، كأن سائلا يسأل ويقول: إذن ما هو موقف القرآن من هؤلاء المنافقين؟
وبماذا أوصى الله سبحانه وتعالى رسوله وأوصى المؤمنين جميعا؟ بماذا أوصاهم بالنسبة لمين؟ لليهود وللمنافقين. بماذا أوصاهم؟ تأتي الآيات التي معنا في هذه الحلقة، وهذا يدل على أن القرآن من عند من؟ شوف التسلسل القرآني، بعد أن فضحهم وبين مسالكهم الخبيثة، وأن من مسالكهم الخبيثة أنهم يشيعون الأخبار إيه؟ الكاذبة حول المؤمنين. بعد كل ذلك جاء الأمر وجاءت الوصايا، فماذا قال الله تعالى؟ قال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفر والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. انظر إلى التسلسل القرآني، انظر إلى أسلوب القرآن في تربية الأمة. مش كلام عشوائي، لا، ده تسلسل. نجد في مطلع السورة 4/4 تقريبا تنظيم المجتمع الإسلامي، حديث عن كما قلنا عن حقوق النساء وحقوق الرجال وحقوق الأزواج وحقوق الزوجات والمحارم من النساء وحقوق اليتامى وهكذا. نجد بعد ذلك حديث طويل عن اليهود وعن مسالكهم، ويبين بعد ذلك حديث عن مين؟ عن المنافقين في أكثر من 20 آية، تبدأ بقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل، وبعد ما يبين القرآن رذائلهم يقول لك: إذن يجب عليك أن تنظم حياتك بالنسبة لهم بالطريقة إيه؟ التي سأذكرها لك. إذا كان الأمر كما قلت لك، من أن هؤلاء المنافقين إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني إذا جاءهم خبر من الأخبار أفشوه ونشروه بالباطل، إن كان نصران هولوا، وإن كانت هزيمة هولوا، ولم يقولوا إيه؟ الحقيقة. إذن ما دام هذا شأنهم، يبقى موقفنا إحنا إيه؟ موقفك أيها الرسول الكريم ماذا؟ تأتي الآيات اللي هي موضوع إيه؟ حلقتنا اليوم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. هذه الآية الكريمة اشتملت على ألوان من التوجيهات الحكيمة، ومن الآداب القويمة، ومن تعليم المؤمنين التواضع والبعد عن الفشل، البعد عن إيه؟ الفشل، أو ما نسميه الفشل والغرور والتكبر، وإن يقول أنا وأنا سأعمل وأنا سأعمل، لا، تجد التواضع. عسى الله أن يكف إيه؟ بأس. شوفوا التعبير بإيه؟ بعسى، علشان يعلمنا إيه؟ التواضع. ما تقولش هنعمل وهنعمل وهنعمل
ونحن نجيبهم وراي أسرة. الفشر ما تبناش عليه الأمم، وإنما الذي تبنى عليه الأمم التواضع ورسم الخطة الحكيمة، ورسم الخطة إيه الحكيمة، والغوص في أعماق البحار وتحت الأرض علشان تدبر الخطة اللي تقهر بيها مين؟ البعبعة. ما تنفعش، ما ينفعش البعبعة، ما ينفعش يا أهلا بالمعارك وبعدين لما تيجي المعارك تجري، لا، وإنما اللي ينفع إيه؟ إنك أنت تضمر وتخطط وتثبت وتتلقى اتهامات الباطلة، تتقبلها وتصبر كما فعل الرئيس أنور السادات رحمه الله وطيب ثراه. شوف 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 حرب اكتوبر عمل ايه، وقبلها عمل ايه، وشوف المجرمين قعدوا ايه التهم الكاذبة وكذا وكذا، لكن الرجل صبر وعمل جيش وعبر الجيش، كل دي خطة مش بعبعة. فجاء النص بالتواضع وبالكتمان وبرسم الخطة، فالقرآن يرشدنا إلى ذلك. فقاتل في سبيل الله. الفاء هنا يا أخواننا كما يقول علماء اللغة العربية، وياريت يكون عدد كبير من المتعلمين يكونوا هنا، الفاء هنا دي معطوفة على كلام إيه سابق، وتقدير الكلام إيه؟ إذا كان الأمر كما ذكرت لك يا محمد في السابق، في الآيات السابقة، إذا كان الأمر كذلك فقاتل في إيه؟ في سبيل الله. يبقى الفاء ده حرف إيه؟ عطف على كلام متقدم. إذا كان الأمر كما ذكرت لك يا محمد فقاتل في سبيل الله ولو وحدك. شوف، فقاتل ولو وحدك ولا تلتفت، ده كل اللي بيعمله اليهود والمنافقين والمشركين، ده كل لون من الفشل ومن المزاعم، فكن ثابتا ولا تلتفت. وحرض المؤمنين، قل لهم لا تلتفتوا إلى إشاعات السوء، قل لهم لا تلتفتوا إلى إيه؟ إلى ما يقوله أعداء الدعوة الإسلامية، النصر سيكون لكم في النهاية. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. يعني ولو أدى الأمر إنك أنت تقاتل وحدك أعداء الدعوة الإسلامية فافعل ونحن معك، أدي معنى لا تكلف إلا إيه نفسه، يعني أنت مسؤول عن نفسك. إذا لم تجد غيرك مثلا يقف إلى جانبك فأنت قاتل وحدك. ولذلك نجد الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قرأ هذه الآية الكريمة قال كما جاء في الحديث الشريف: والله لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي. لما نزلت هذه الآية الرسول قال إيه؟ والله لأقاتلن أعداء الدين الذين يعتدون على عقيدتي وعلى كرامتي وعلى إسلامي، لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي، يعني حتى أموت. معنى تنفرد سالفتي يعني جنب اليمين يخرج عن جنب إيه الشمال. واضح يا أخوانا؟ دي معنى فقاتل في أمر. قاتل ده فعل إيه يا أخوانا؟ فعل أمر. قاتل يا محمد، فقاتل في من أجل الحق، ما قالوش قاتل غدر أو قاتل بالباطل، لا لا لا، وإنما كما قال الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، ولا ايه تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. ادي معنى في سبيل الله، يعني قاتل من اجل احقاق الحق وابطال الباطل ولا تعتدي.
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، أي لا يكلفك الله تعالى إلا بفعل نفسك. أدي معنى لا تكلف إلا إلا نفسك. وحرض المؤمنين، حرضهم على القتال أيضا. وهل الرسول حرضهم ولا ما حرضهمش؟ حرضهم، يعني أيضا عليك أن تقول للمؤمنين قاتلوا من يقاتلكم ولا تعتدوا. التحريض معناه إيه؟ معنى التحريض إيه يا أخوانا؟ يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. يعني ادعوا المسلمين إلى إلى القتال، وثبتهم على الحق وحرض المؤمنين. نجد أن سيدنا أبا بكر أيضا عندما لحق النبي صلى الله عليه وسلم بربه وجاء المرتدون الذين فرقوا بين الصلاة وبين الزكاة وقالوا نصلي ولا نزكي، فهم أنكروا ركنا من أركان الإسلام، وده كان عدد كبير. فسيدنا أبو بكر جمع 11 فرقة أو 11 جيش علشان يقاتل هؤلاء المرتدين الذين أنكروا الزكاة. جاءه من يقول له يا خليفة رسول الله، لعل سيدنا عمر، كيف تقاتل الناس وقد شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ والرسول عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها، يعني قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. فسيدنا أبو بكر قال لي يا عمر أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ ألم يقل الرسول إلا بحقها ومن حقها الزكاة؟ فما كان من سيدنا عمر إلا أن قال ما جادلت أبا بكر في شيء إلا وغلبني. وطبعا ورجع عن رأيه إلى رأي مين؟ سيدنا أبي بكر. ألم يقل بحقها؟ ثم قال سيدنا أبو بكر فيما قال والله لأقاتلنهم ولو وحدي، ولو وحدي، والله لو منعوني عناقا، يعني حيوان صغير زي المعزة أو ما إلى ذلك، أو يعني خروف صغير، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على على منعها. ولو خالفتني يميني لجاهدتهم بإيه؟ ولو خالفتني يميني لجاهدتهم بشمالي. شوفوا التصميم، يعني بيقول لو إيدي اليمين قطعت يبقى أنا وبقي في حياة نحاربهم بإيدي الشمال. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم على منعه، ولو خالفتني يميني لقاتلتهم بإيه؟ شوف الثبات، ثبات الرجال الذين يتكلمون قليلا ويفعلون كثيرا، الثبات. ف
فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. وشوف التعبير بعسى، عسى ده حرف إيه يا أخوانا؟ ده حرف رجاء. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم إيه؟ مودة. عسى الله أن يشفي المريض، ده حرف رجاء. وكل رجاء من الله فهو متحقق إيه؟ الوقوع. الرجاء مني أو منكم ده غير متحقق الوقوع. عسى الله أن يشفي مريضي، فقد يشفى وقد لا يشفى، لكن عسى إذا جاءت فيك من الله عز وجل يبقى متحققة إيه؟ الوقوع. طب ليه ما جاء؟ نجد يقول لك علشان القرآن يعلم أتباعه التواضع. ونقرأ لكم هذا الكلام الجميل الذي قاله بعض العلماء، وقوله تعالى عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. هذه الجملة بشارة من الله لمين؟ للمؤمنين، بشارة المؤمنين، ووعد منه سبحانه بحسن عاقبتهم وسوء عاقبة الكافرين والمنافقين وأعداء الدعوة الإسلامية. وعسى حرف ترج، وهو هنا يفيد التحقيق وإيه؟ التحقق واليقين، لأن كل رجاء من الله فهو متحقق إيه؟ الوقوع، لأنه صادر عن الله تعالى الذي لا يخلف وعده. وفي التعبير بها بعسى تعليم للمؤمنين الأدب في القول حتى لا يجزموا بأمر يتعلق بإيه؟ بالمستقبل. ما يجزموش بأمر يتعلق بإيه؟ بالمستقبل، لأن المستقبل بيد من؟ بيد الله. دايما الإنسان يقدم المشيئة. تقول مثلا لي هل ستأتي في الجمعة القادمة لكي تلقي الدرس أو لكي تصلي معنا؟ أقول لك إن شاء الله. ما أقولش أنا جاي 100%. طب أقول جاي في 100%، حد ضامن مننا جميعا نحن قاعدين أن يعود إلى بيته سالما؟ ده الإنسان منا بين نفسين، نفس داخل ونفس إيه؟ خارج. النفس الداخل قد لا يخرج والنفس الخارج قد لا يعود، وبهذا تنتهي حياة الإنسان. فلما القرآن يقول عسى بيعلمنا إيه؟ الأدب والتواضع. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وفي التعبير بلفظ عسى تعليم للمؤمنين الأدب في القول حتى لا يجزموا بأمر يتعلق بالمستقبل، بل يسددون ويقاربون ويباشرون الأسباب، ثم بعد ذلك يتركون النتائج لمن؟ لله عز وجل. والمعنى قاتل يا محمد في سبيل الله وحرض المؤمنين على ذلك، عسى الله تعالى أن يكف بأس الذين كفروا، أن يمنع قتالهم وصولتهم وطغيانهم، ورد الله الذين كفروا لم ينالوا إيه؟ خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، والله أشد بأسا، أشد قوة، وأشد إيه؟ تنكيلا، أي عقوبته أشد من عقوبة إيه؟ المخلوق. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.